أولا نحب نسجل تضامننا التام مع زميلنا منجي الرحوي اللي تعرض إلى حملة من التكفير، ويوم شفنا بوادر تحريض على العنف وكراهية اللي هي متأسفوا لها، اللي هي غير مقبولة، اللي هي اليوم تقسم في التوانسة، واللي هي احنا بحاجة اليوم للوحدة. واليوم احنا نؤسس ونكتب في دستور، وهذه مرحلة تاريخية اللي يلزمنا اليوم في إطار تنصيص وعلى علاقة معناها الوجوب والحقوق والحريات، يلزمنا اليوم واحنا اغتنمنا الفرصة هذه وهذه الأحداث الخطيرة اللي صارت للرجوع إلى تنقيحات وقع رفضها في الجلسة العامة، لأنه اليوم التنصيص الصريح على معناها نبذ العنف، على تحجير التكفير، على معناها عدم التحريض إلى العنف، هذا من مسؤوليتنا اليوم كمؤسسين أن ننص عليه في الدستور، وأنه يبدأ مبدأ دستوري، وأن التشريعات القادمة تمشي تتوجه في هذا الشأن. احنا اليوم في هذه اللحظة اللي تحسمنا من نهاية التصويت على الدستور، ومن واجبنا وخاصة معناها واحنا نشوف المخاطر اللي نعيش فيها، اللي مخاطر اللي نعيش فيها في المجتمع التونسي، مخاطر اللي أرواح الناس أصبحت مهددة، مش ممكن أن اليوم ما نبذوش هذية وما يبقاش مبدأ دستوري. بالطبع احنا نأملوا أنه كل هذا اللي فرقنا، احنا اليوم كل الكتل اللي اجتمعت على كل أطيافها كنا توحدنا وراء نبذ العنف، وراء نبذ الكراهية، وراء كل معناها منع للتكفير ومنع وتقسيم التوانسة، كنا توحدنا وطلبنا أنه هذا الفصل يدرج كما هو، والحمد لله وقع توافق، ومش نمشي والآن الجلسة العامة للتصويت عليه قبل إنهاء أعمالنا، وهذا مكسب لتونس ومكسب لكل البلدان العربية والإسلامية، لأنه وإن شاء الله يتم التصويت عليه سنكون في صدارة البلدان العربية الإسلامية اللي تنبذ واللي تحجر الكراهية والعنف وخاصة التكفير.